السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج ديال الافكار للتزيين لكلوار او للمدخل ديال البيت. اول فكره غادي تكون هذه اللي غادي نشاركها معكم دابا، وثاني فكره غادي تكون لكلوار اللي كيكونوا صغارين. اذا اول فكره غادي تكون في هذا الكلوار، هذا اللي كيكون عندي في بلاصه اللي كاينين لي شومبر ديالنا ديال النعاس، غادي يكون بهذا الموبل ديال ايكيا. بغيت نوصل لكم فكره انه جمرات كنشوف شي حاجه في ايكيا كنقولوا سامبل وبازيك ما غاديش تجينا زوينه، بصح نو نقدروا نصنعوا منها حاجه زوينه ونرجعوها مختلفه. مثلا نبدلوا ليها لي بوني، اولا كاين بزاف ديال الافكار اخرى ماشي غير هذا الشيء. ان شاء الله الى كتاب فيديوهات اخرى غادي نشارك معكم بعض الافكار. مثلا انا هذا الموبل هذا اللي ديال ايكيا الثمن ديالو رخيص ما غاليش، وكان يعني سامبل ما فيه والو. كنت شاركته معكم في واحد الفيديو، درت ليه هاد لي بوني هادو اللي كانوا في اللون الاسود بصراحه ما كانوش عاجبيني. دابا غادي نبدلهم وغادي نشارك معكم اللي خديت وبعض التغييرات اللي غادي نديرهم فيه. هادو هما اللي خديت هاد المره بصراحه عجبوني بزاف بزاف بزاف. هما حجيرات كيجيو هكذا طبيعيين، وداروا ليهم هادوك لي فوي ديال الذهب في الجناب، يعني مخدومين باليد، والشكل ديالهم ما كيجيش كامل بحال ما كيجيوش متساويين، حيت كما قلت لكم كيكونوا حجيرات وكيقادوهم باليد. هادشي هو اللي عجبني فيهم. غادي نخلي لكم لوليان ديالهم اكيد في لا باغ دانفو الى عجبوكم. بصح دابا غادي تخلصوا عليهم ضريبه، انا خديتهم قبل ما يديروا هذيك لا تاكس ديالهم، كنظن كانوا ب 3 اورو شي حاجه لواحد. بصراحه الثمن ديالهم مناسب حيت كيكونوا هكذا كما قلت لكم حجيرات ومقادين باليد. نورمالمون كيكون الثمن ديالهم هادو غالي، لكن ماشي ضروري تاخذوا الحاجات اللي كنخدموا بهم حنايا ولا اللي كنشاركوهم معكم حنايا. حتى انا كيعجبني بزاف نتفرج، كيعجبني ناخذ افكار، بصح ما كنخدمش بهذاك الشيء اللي كنشوف عند الناس. كما كنقولوا نديروا على حساب الاستطاعه ديالنا وعلى حسب الجهد ديالنا، ماشي نديروا شي حاجه اللي فوق الاستطاعه ديالنا. خاصنا نكونوا اذكياء فاش كنكونوا كنتفرجوا، ناخذوا غير الافكار الايجابيه او الافكار الزوينه وحنايا نقدروا نستغلوها كيف ما بغينا. التوال اللي شاركتها معكم في الاول اللي فيها الالوان كنت خديتها باش نديرها في هذا الحيط، وفي التالي ما لقيتش ليها كادر، بصح ماشي ما لقيتش غير ما قلبتش، وفي التالي درت هذه وعجبتني كثر. اللي في الاول خديتها فيها شويه ديال الالوان، حيت كيف ما كتشوفوا انا هنايا ما عنديش الالوان، عندي كل شيء في الابيض وسامبل، اللي غادي نزيد شويه ديال الالوان ومن بعد بدلت الراي ديالي. وانتم قولوا لي الاراء ديالكم اين وحده عجبتكم كثر. وبالنسبه للكادر اولا ليتوال اولا للتابلو اللي ما كيكونوش ثقالين بزاف، ماشي ضروري انكم تحفروا ليهم الحيط كل مره، وغير هذيك اللصقه اللي شاركتها معكم في الاول بصراحه كيلصقوا مزيان وما كيتيحوش. المرايه اللي درتها هنايا مازال غادي نبدلها غير بروفيزوار، كنت شفت واحده في واحد الموقع وتسالت، خاصني نستنى حتى ترجع. الدخله ديال الدار بصراحه ما عنديش فيها بزاف ديال المساحه. دابا الديور اللي كيكونوا جدادين اولا لي زابارتمون اللي كيكونوا جدادين ما كيديروش فيهم كاع الدخله ديال الدار، كيديروا ديريكت دخلي في الصالون. اوغوزمون حنايا كانت عندنا هذه، حيت في لابارتمون القديمه ما كانتش عندنا الدخله ديال الدار، كنا كندخلوا ديريكت في الصالون. صراحه ما كيعجبنيش بحال هكذاك، يكونوا مساحات صغار بحال هكذا من الاحسن اننا نستعملوا الالوان المفتوحه باش هكذا نزيدوا نكبروا شويه المساحه. مثلا نصبغوا الحيط باللون الابيض ونستعملوا لي زاكسيسوار اللي كيكون اللون ديالهم مفتوح وماشي مغلوق باش هكذا ما يضيقوش لنا المساحه. بالنسبه للحاجات اللي غادي نستعمل تقريبا كانوا عندي كاملين وكنت شاركتهم معكم. لي كادر كانوا عندي، حتى لي زافيش كانوا عندي، بصح كنت شريتهم باش نديرهم هنايا في هذا الكلوار. هادو كنت خديتهم من ميزون دي موند، كنت شاركتهم معكم. الورده الكبيره ما بقاش عندهم، بقاو عندهم غير هاد لي كادغ صغيورين. لي زافيش انا اللي امخيميتهم ودرتهم فيهم لداخل في لي كادغ الصغار. قلت نستعمل هنايا غير الحاجات ايسونسيال، يعني اللي غادي نحتاجو ليهم ضروري، بحال شي حاجه اللي نجلسوا عليها الا بغينا نلبسوا الصباط ديالنا اعزكم الله، واحد المرايه اللي نقدروا نشوفوا فيها راسنا كاين فاش كنكونوا خارجين، واحد الموبل صغير اللي نجمعوا فيه الاحذيه ديالنا فاش كنكونوا داخلين من برا. خديته صغير بزاف حيت كيف ما قلت لكم في الاول ما عنديش تماك مساحه كبيره وما فيهش العرض بزاف. اصغر واحد واحد كاين في ايكيا وارخص واحد كاين كنظن، انا خديت جوج درتهم واحد فوق واحد، ولكن انا عندي بلاكار كبير مور الباب اللي كنجمعوا فيه الاحذيه ديالنا ولي مونتو ديالنا.
ودابا غادي نوجد معكم واحد طاجين باللحم معسل كيجي بصراحه بنين بزاف. غادي نحتاجو ليه جوج بصلات متوسطين، واحد ماتيشا، شويه ديال الربيع، شويه ديال الزبيب اللي كنكون رقدناه في الماء من قبل، واحد درس ديال الثومه، شويه ديال البرقوق، اللوز للتزيين، واحد البيضه حتى هي للتزيين. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملح، الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال البابريكا، وشويه ديال التوابل ديال الطاجين، وشويه ديال زيت الزيتون. الطاجين ديالنا كنديروا واحد البصله اللي كنكونوا قطعناها رقيقه وكنزيدوا عليها اللحم. بالنسبه للطاجين يمكن لكم اكيد تستعملوا ديال التين واللحم، اكيد على حسب افراد ديال العائله ديالكم. نضيفوا التوابل اللي هي الملح، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال البابريكا، شويه ديال التوابل ديال الطاجين اللي كيبقاو اختياريين، شويه ديال القرفه، وشويه ديال الابزار اكيد. وفي التالي كنزيدوا قزبر ومعكنوس، واحد درس ديال الثومه. كنحاولوا ندخلوا جميع التوابل في اللحم ديالنا مزيان باش هكذا يتشرب التتبيله. كنغطيو عليه وكنديرو هيتيب على نار مهيله بزاف، ما كنزيدوش الماء نهائيا غير هذيك البصله اللي كتطلق. وانا في هذه الاثناء غادي ندوز باش نوجد الطبله، ومن بعد غادي نكمل معكم الطاجين. التباصل اللي لتحتهم من واحد المحل قريب مني بصراحه ما عندوش سميه، اما اللي الفوق خديتهم من اشيام، خديت منهم السيرفيس ديالهم كامل وكيعجبوني بزاف. كنظن انهم ما بقاوش، انا خديتهم بزاف هادي وخديتهم على جوج ديال المرات، كانوا تسالاو وحاولت اني نلقاهم في واحد المحل اللي كان شويه بعيد مني. هنايا اللحم كيكون دخل ليه تياب وكيكون طلق الماء، كنزيدو عليه البصله الثانيه. هاد المره كنقطعوها دوائر وكنزيدوها من الفوق، واحد ماتيشا اللي كنقطعوها ايضا دوائر، شويه ديال البرقوق، والزبيب ديالنا اللي كنا رقدناه في الماء كنصفيه وكنزيدوه من الفوق، واحد شويه ديال العسل. كنغطيو عليه وكنخليوه دائما ما نتيب على نار مهيله بزاف، نحاولوا ما نحلوش عليه كل مره، وهذا الشيء اللي كيخليه يجي بنين بزاف. بصراحه الطاجين كيجي بنين 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 بزاف، ما تشبعوش منه، خصوصا الا كان كيعجبكم مالح والحلو. واكيد فاش كنوجد الطاجين انا كيعجبني نوجد الخبز ديال الدار. هنايا في هذا الاثناء كان الخبز ديالي خمر. هنايا كيكون صافي طاب، كنزيدو شويه ديال الزيتون من الفوق، كنزيدو البيضه، وكنزيدو شويه ديال اللوز. بصراحه انا هنايا اللوز ديالي حمرته في الفران، نسيتو حمرته بزاف، عجزت انني نعاود وعاود، درتو غير هكذاك، رافقتو بشويه ديال الجزر، شويه ديال اللوبيا الخضراء. اما الطاجين بصراحه كيجي بنين 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 بزاف، نعاودها لكم واحد مره اخرى. كنتمنى انكم تجربوه وكنتمنى انكم تردوا عليا. Thank you.
Thank you.